تطورات متسارعة تشهدها باكستان. عنوان هذه التطورات اعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة العليا، التي أوصت بالإفراج عنه بعد امتثاله اليوم، معتبرة أي المحكمة العليا بباكستان اعتقال جهاز مكافحة الفساد لعمران خان أمرا خاطئا. رئيس الوزراء الباكستاني السابق قال في إفادته للمحكمة العليا إنه جرى اختطافه من محكمة إسلام أباد مؤكدا تعرضه للضرب أثناء اعتقاله، وطلبت السلطات الباكستانية المحكمة العليا وعمران خان بمطالبة أنصاره البقاء سلميين والتنديد بأعمال الشغب فيما تواجه البلاد اضطرابات واسعة في الشوارع. وشوهد هنا مشاهدين أنصار عمران خان يرقصون قرب مبنى المحكمة احتفالا بقرار الإفراج عنه، إلا أنه ما يزال قيد الاعتقال لدى السلطات الباكستانية. طبعا السلطات الباكستانية واجهت شغب واحتجاجات أنصار خان بمزيد من الاعتقالات بصفوف المحتجين وأيضا قادة بحزب رئيس الوزراء السابق. هذه الاحتجاجات تسببت كما نرى هنا بالصور أضرار وحرائق في الممتلكات العامة، وخاصة من بين هذه الممتلكات مبنى للإذاعة الباكستانية ومراكز للشرطة ومركبات حكومية وخاصة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.